بالسادة المشاهدين، مرحبا بكم الناس والكل اللي توصلكم صورتنا وتصويرتنا. بدينا اليوم بكري شويه، بدينا من 9 نتاع الصباح، نتواصل معكم الى حدود الساعه 1 بعد الظهر. ونعاود نذكر احنا في توقيت استثنائي وفي مصافحه يوميه استثنائيه، باش ترونا كل يوم في التوقيت الجديد هذايا حتى نواكب قلت الحدث الاكبر والابرز، احتضان تونس لاشغال القمه العربيه 2019. باش نبدلوا الاجواء شويه، باش نخرجوا شويه ونرجعوا للروتين اليومي للحصه هذه، باش نمشيوا للفضاء الديكور والجمال مع نرجس زغديدي فتوح. صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير ناس، مهندسه ديكور وفضاء داخلي. اكزاكتومون، مرحبا بك. يعيشك. باهي، هات معاك اليوم مثلا باش تقترح علينا موضوع يهم برشا العباد اللي يحبوا هكا لمسات الجمال تكون موجوده في الدار الكل، مش كان في البلايص المعهوده سالون ولا شامبر كوشي. انت اليوم اخترت لنا موضوع اخر. اكزاكتومون، هو في الحقيقه الموضوع نتاع اليوم هو كونتينيتي للموضوع نتاع الجمعه اللي فاتت. أي. احنا الجمعه اللي فاتت حكينا على لي اكستنسيون بستركتور ليجير في بالنسبه للي تيراس، كيفاش نجموا ندخلوا بارتي اكستيريور تولي ال في بارتي دو لانتيريور نتاع الدار نتاعنا. دونك اليوم بلوتو باش نحكيو على التيراس بيدها، كي بدا عندنا اون تيراس والا ان بالكون، كيفاش نجموا اون لاميناج باش يكون وظيفي، معناتها يكون فونكسيونيل وجميل. خاطر تعرف نرجس احنا في العدان، مش احنا بالطبيعه نسبوا ديما برشا برشا توانسه الحقيقه نخليوها كربج ديباغا، يعني ديباغا هذا مش حلو مش مزيان، سورتو في البرتمانات مالوغوزمون عندنا، معناتها ما يبداش عندنا جنينه، دونك البالكون اللي عندنا اللي هو لو سول اسباس اكستيريور اللي نجموا نشموا فيه الهواء الهواء النقي اتسيتيرا، مالوغوزمون يولي ديباغا على حاله. دونك اون اي لا باش نعطيو لي استوس حلوين، باش واحد ما يقولش لا على خاطر ما عنديش جنينه. معناتها سي تري امبورتون كي يبدا بيان اميناجي لسباس صغير ولا كبير ما يهمش، وقت نوليو نخمو باش نقعدوا فيه، مش في الصيف هاو كليماتيزور في الصالون وفي في الربيع طقس توا، سي تري امبورتون واحد باش يتمتع به بالبارتي اكستيريور. باهي، قول لنا كيفاش مال البارتي اكستيريور نتاعنا تكون مزيانه، نعملوا كويس تي ولا كويس قهوه في بلاصه مزيانه، واحنا نقراو في جريده واحنا نقراو في الفيسبوك نتاعنا، حاجه تعمل الكيف من خلال الصور اللي باش نبداو بالصور هذه. باش نبداو بالصوره هذه، بديت جوستومون باللي بالكون نتاع بورتمان صغير، كي بدا عندنا بالكون صغير كيفاش نجموا اون لاميناج ونتحفنوه. هذه سي اون استوس نتاع نجموا نعملوا موكيت غازون ارتيفيسيال بالنسبه اللي ما عندهمش جنينه. الموكيت هذه تري براتيك، ولافونتاج اللي تركيبها سهل برشا، وما يهمش شنو هو الغوفيتمون اللي عندك بالنسبه للبالكون نتاعك، نجم تتحط على اي غوفيتمون. كيما قلنا تركيبها سهل برشا، والريزولتا فينال حلو برشا. نشوفوا الصوره المواليه الثانية اللي هي تورينا ريزولتا نتاع دي بتي بالكون افيك اون موكيت ارتيفيسيال كان نجمو نشوفوها. جنينة صغيرة ولات عندنا. تولينا جنينة صغيرة، ميم سي صحيح بالكون يبدا ينجم يكون بالكون صغير بالكل، مي كي يبدا كيما نقولوا احنا متحفن، معناتها بيان اميناجي، يبدا فيه لا فيردور، نعرفوا الفيردور اللي هي ترتح برشا الاعصاب. que ce soit في espace كبير ولا صغير، l'essentiel كي نشوفوا لا فيردور لي بلانت تهدي برشا الاعصاب. دونك نشوفوا كيفاش نجموا تتبدل يصير شونجمون راديكال للاسباس اللي احنا فيه، ومن بعد نعملوا فيه قاعده صغيره. سا ديبون احنا والاسباس معناتها قداش باش انت خيرت يكونوا لي بلانت معلقين على خاطر هذايا مانك ديسباس، على خاطر كيفاش نحطوا لي بو في القاعه او سول باش يولي ياخذ لنا البلاصه اللي باش نقعدوا فيها، سي بور سا. سينو لافونتاج زاد اللي فيها اللي هي اي حتى واحد امبريكولور وحده ينجم يقوم بالعمليه هذه، تركيبها ماهوش صعيب بالكل. الحقيقه سهله هي، تو الصورتين اللي قبل هذا ما مازلت ما ريتش التصويره هذه، سهل برشا، معناها تنجم ربة البيت تعملها موحده. بون امبريكولور كومين فما كيلكو زوتي نتاع بريكولور يلزمها تكون موجوده في الدار، سينو امبوزور يخدمها في كيلكو زور يتبدل الرونق كامل نتاع البالكون المشهد الكل. فوالا. باغ كونتر هذه فيها قاعده مزيانه برشا، وهذه اصغر اصغر يظهر لي اكزاكتومون اصغر. هنا حبيت نحكي شويه على الغوفيتمون اللي يبدا عنده باغ اكزومبل حيط مقرقش وقاعه قديمه، نجموا نعملوا ان اوتر غوفيتمون فوق الموجود من غير لا تكسير لا حد شيء. الغوفيتمون ينجم يكون افي بوا، اما هو غري غري افي بوا، معناتها ما يستحقش لافونتاج. علاش نقول غري؟ الغري كيما نقولوا كيما فما الفايونس فما الغري اللي هو يمشي مور اي سول، غوفيتمون مورال وغوفيتمون دو سول، لافونتاج نتاعو اللي ما يستحقش اونتروتيان، اون فوا تحط
يتحط ننساوه بيان سور. هذايا بني باش يركبونا امبوزور معناتها باش يركبونا. اما يدوم برشا نرجس يعني توا نحكي وعليه يحبوه برشا على خاطر يقول لك معناها حاجه تدوم معناها تحطها وتنساها. تحطها وتنساها الدهينة على لونغ تتقشر تخمم حتى باش تعمل اون بيل كولور وكل على لونغ تتقشر يلزم اونتروتيان هذايا تتنسى معناتها جوست تنظيفه وكهو. حاجه اخرى نعرفوا زاد اللوح اللي هو شالوغو. حاجه اخرى نخمو فيها بالنسبه للتيراس كو سوا الانتيريور معناتها كو سوا في البالكون والا في جنينه نخمو في الموبل سو كون ابل موبل اوتدور. الموبل اوتدور هو نخمو في قاعده نحطوها اللي ما يصير لها شيء معناتها الموبل نتاعنا ما يصير له شيء. اش معناتها الشوا نتاع القماش ينجم يكون قماش اوتدور اللي هو ما يعديش الماء امبيرميابل بالضبط. كيف بالليجوفي ما يبلاحش الاخضر يقعد اخضر. اي لون نحطوه يقعد كما هو اليتا انيسيال نتاعو. دونك ما نقعدوش نخافوا لا يبلاح ولا لا يتهلك. سي امبورطون هذا باش يخلينا ما نقعدوش ندخلوا فيهم ونخرجوا اذا كان ما يكونش بالمواصفات اللي تحكي فيها. منتي نرجس نوليو معناها فما مشقه معناها كان ثبت المطر ندخلوهم الداخل. دونك سي بور سا كو لا بلوبار دي تونيزيان مالوروزمون يوليو يبخلوا على القاعده البرا على خاطر ما فماش حاجه ما فماش اميناجمون معناتها ان انفستيسمون يصير في الصالون لانتيريور ومن بعد يقول لك لا باش نقعدوا نخرجوا كي نخدموا حاجه على قاعده مدروسه ونحطوها اون فوا بور دونك فوالا تولي تسهيل القاعده وتولي معناتها ليدي اي توجور لا فوالا. كيف قلنا الموبل اوتدور ينجم يكون كو سوسوا لوح سبيسيال والا معمول بالفيرني مارين. الفيرني مارين يعملوا به كما نقولوا لي باتو اون بوا اتسيتيرا والا اون الومنيوم. الفيغ فورجي نجموا نعملوه في الاكستيريور مي الفيغ فورجي يطلب اونتروتيان. الفيغ فورجي على لونغ يصدد دونك يلزمو اونتروتيان. فما تصير فما اون بوسيبيليتي نتاع غالفانيزاسيون اللي هي ساكوت بيان سور ساكوت بالكدا هذا الاكثر على في ديار البحر وين فما برشا هوميديتي وقت نخمو في توسكي حاجه موبل يكون غالفانيزي كي نحكيو على الحديد. الالومنيوم اللي تري براتيك على خاطر الالومنيوم خفيف كونتريرمون للحديد خفيف برشا حتى الكراسي باش تحركهم ولا حاجه ما تطلبش افور كبير. سينون فما اون اوتر استوس اخرى اللي ما تطلبش برشا انفستيسمون اللي هي توسكي فوتوفور. هذايا نحكيو في البارتي ديكوراسيون بيان سور. لي فوتوفور اللي هما دي بوجي يتحطوا في دي زارتيكل. لي زارتيكل سا ديبان شنو هو لو ستيل اللي احنا اون فو ليكسبريمي في الاكستيريور نتاعنا. ينجم يكون حلوه برشا هذايا من المغرب التالي تبدا معناها على شمعه قاعده تولي اغريابل حتى كان ما عندناش ديكوراسيون في الاسباس نشوفوا الصوره المويليه تورينا كيفاش دي اسباس يكونوا سامبل على الاخر اترافيغ الصوره المويليه اللي فيها دي فوتوفور. فوالا نشوفوا هنا حبيت اخترت بليزيور امبيونس تري ديفيرونت قاعده عربي قاعده مودرن كريسي كما قلنا نتاع اوت دور. دونك في بالك نفس انا كيفريتهم تذكرت قهوتي مثلا فوالا شرحت على قهوه تشرح على قاعده باش تقعد وتعمل قهوه زينه برشا ان بون كيف. دونك فوالا كيما شفت اون بو اكسبريمي تو لي ستيل باللي فوتوفور كو سوا يكونوا كولوري كو سوا يكونوا سامبل. ينجم حتى كيسان عندنا كيسان نحطوا فيهم بوجي وكهو تو سامبلومون ونحطوهم بور ديكوري معناتها ونحليو القاعده. سينون نتعداو الحاجه اخرى اللي هي لي زابري. فما مهمين برشا لي زابري زاد على خاطر تعرف على نحكيو مطر نحكيو شمس واحنا هكرا طقسنا كل نهار وجو في نهار واحد نشوفوا اربع فصول جوستومون. دونك هذه سو كون ابل دي بيرغولا. البيرغولا هي نجم تكون مبنيه الصوره نمرو واحد ولا على اليسار من الفوق تنجم تكون بني تنجم تكون لوح. الصوره الثانيه تنجم تكون زاده اون كان دو بامبو اللي هي الصوره الثالثه. لافونتاج اللي هو فونكسيونيل على خاطر تنقص لنا من اللومينوزيتي اللي نتاع الموجوده كيف معناتها تظل على ليسباس. ولافونتاج زاد ال كري اون سورت دو ديكوراسيون باللومبر اللي تعملوا كو سوسوا لي لام يكونوا لوح والا كيما قلنا اون كان ولا بالبرمقلي ولا غيره. دونك فما اون ديكوراسيون تولي بال لومبر الموجود تولي يولي يعطينا تعطي جمال خاص دي موتيف ليسباس الكل. دونك سا انيم ابار لي هو بيان سور سي تري فونكسيونيل. اخر حاجه حبيت نحكي عليها
باقي في البيرغولا هوني طلعت لنا سقف ال اكزاكتومون خليتها في الاخر عليت برشا عاد هوني نرجس خليتها في بيسين ومساحات ممتده وكلها هذه مش مربوطه بالبيسين اون فيت بيرغولا انا عيني مشات البيسين لينوفاسيون هي في البيرغولا نجموا فما سو كون ابل اون بيرغولا بيوكليماتيك شنو معناتها بيرغولا بيوكليماتيك معناتها ماهيش فيكس البيرغولا هذه نتحكموا فيها نتحكموا في لورينتاسيون نتاع لي لام نتاعها كيما احنا نحبوا معناتها بتيلي كوموند توجهها سولون توجه سولون الشمس سولون كيف فما مطر كيف فما ريح تختار انت بالضبط بالكوموند تختار انت انا هاوك عملت فلاش باش نوري كيفاش فما كالسكه وتوجه انت لورينتاسيون اللي تحب عليها كيف لي لام نقولوا احنا يدوروا اكزاكتومون دي لام يدوروا هذا شنو لافونتاج نتاعها لافونتاج كيما قلنا احنا نتحكموا مش بارابور للوقت ما بارابور احنا شنو هو الكليما الموجود حاجه اخرى لافونتاج نتاعها اللي لي لام كي يعملوا كي بيفوت كي يدوروا ينجموا يدوروا ا 90 دوغري دونك يتسكروا كاريمون ويولي عندنا ابغي كان عندنا سرد كان عندنا مطر نجموا نغطيو كاريمون شوفوا ليكزامبل الموالي ها هو ايكزامبل الفوق نحكيو نفس ليسباس نفس التيراس من الفوق لي لام محلولين في ليكزامبل لي دو ايكزامبل اللي لوطا لي لام مسكرين باغ اكزومبل عندنا سرد ولا مطر لافونتاج اللي في لي لام هذوما اون بو انتيغري ضوء كيكو سوسوا لوميير ديريكت باللي سبوت والا لوميير دومبيونس باللي بالروبانليت نختاروا اللون اللي نحبوا عليه معناتها اون ا لو شوا في كل شيء لافونتاج زاده اللي تنجم فيها دي كابتور دو فون ولا دي كابتور دو بلوي معناتها سيستيماتيكمون كي فما ريح ولا مطر وحدها وحدها تتسكر هذه ما كلفه شويه نرجس هذه ما قلت لك راك بديت تعلي لنا في سقف خليتها للاخر ختامها مسك معناتها لافونتاج زاده احنا شنو نحبوا معناتها كل بلوس بيان سور يتزاد البيدجي لافونتاج زاده اللي قبل حكينا على الميزون انتيليجونت ايناس هذه زاده تدخل في اللي حكينا فيه قبل الميزون انتيليجونت هي اللي تخدم بسيستم دوموتيك دوموتيك اللي هو من بان سامبل كليك من اي بلاصه حتى ماكش في تونس حتى في بلاد اخرى تنزل على كليك تتحكم في دارك الكل اي كومبري البيرغولا هذه تنجم باغ اكزومبل كي تعرف اللي فما مطر ولا حاجه تسكر باش معناتها بور غاردي الموبل هذاك حتى كانوا مجعول معناتها اوت دور باش ما يتبلش بالمطر ولا ما يتوسخش ولا غيره. وصلنا سيدي عملنا شوات كبيره في التكنولوجيا وصلنا واحد اذا مسافر ينجم يهبط نتحكموا في الدار الكل في داره عن بعد هذيك عن بعد بالضبط هذه لا ميزون انتليجونت. يعطيك صحة وافكار الافكار الحقيقة هي الانتليجونت نرجس يعطيك صحة لأنه ساعات ربة البيت تحب تغير وتعرف معناها خاصة النساء في أغلبنا بيتوتيات وحتى كان نحبوا نخرجوا نحبوا نتفرهدوا نحبوا الركن نتاعنا عالمنا دارنا يكون مزيان يكون مزيان ويكونوا مرتاحين فيه ونستغلوه ماكسيموم كو سوسوا نحكيو على الانتيريور ولا على الاكستيريور نتاع الدار. وساعات تعوزنا مش ساعات في الاغلب تعوزنا الفكره واحنا هوني نقدموا مشروع بنك افكار مع نرجس كل اسبوع. يعطيك صحه نرجس شكرا يعيشك. باش نمشيو لواحد من المواضيع اللي في كل مره عندنا ما نحكيو فيه في كل مره عندنا جديد في الموضوع هذا خاصه وانه على قدر كبير من الاهميه كي نحكيو على النفاذ للمعلومه هذا عنصر مصور وراجعين حتى نحكيو باكثر تفصيل على الموضوع هذا.750 قضية تلقاتها هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ انطلاق نشاطها إلى منتصف شهر مارس 2019. نصف هذه الملفات تم البت فيها من طرف القضاء حسب ما تم إعلانه في يوم دراسي موضوع الرقابة القضائية على حق النفاذ إلى المعلومة من تنظيم هيئة النفاذ إلى المعلومة واتحاد القضاة الإداريين. كانت مختصرة في حق الحصول على الوثائق الإدارية. هذا كان اختصاص حصري القضاء الإداري. باعتبار أنه عندنا فقه قضاء مستقر منذ عقود على حق المواطنين في التسليم والتسلم الوثائق الإدارية اللي تخصهم. وكرسنا المبدا هذايا او الفقه القضاء هذا في اطار يعني تكريس مبدا الشفافيه في عمل الاداره. ثم جاءت هيئه نفاذ المعلومه واصبح هناك نظامين قانونيين مختلفين. نظام قانوني يتعلق بحق النفاذ المعلومه واللي جاء به القانون الاساسي اللي ينظم الهيئه والحق هذايا وايضا نظام قانوني خاص بالقضاء الاداري. وبالتالي المواطن اليوم السؤال يطرح عندما يريد الحصول على وثيقة إدارية هل يتوجه إلى القضاء الإداري سواء كان على المستوى الاستعجالي أو على مستوى قاضي الأصل
أو أنه يتوجه إلى الهيئة هيئة نفاذ المعلومة. هذا هو محور اليوم الدراسي اليوم. 178 مؤسسة إدارية من جملة 3000 مؤسسة عمومية من بينها الرئاسات الثلاث والبنك المركزي ومؤسسات أخرى و264 بلدية راقبت الهيئة مدى استجابتها لطلبات النفاذ إلى المعلومة. لكن هناك استثناءات في النفاذ إلى المعلومة ما زالت محل نقاش. الحقيقة على مستوى المطالب أو الدعاوى المتعلقة بحالات رفض مطالب النفاذ المعلومة عندنا عدة دعاوى متنوعة، منها قضايا سهلة وبسيطة دونك، ولكن هناك قضايا أيضا فيها شائكة من الناحية القانونية، فيها تعارض أحيانا أو صعوبة في البت بين الحق في نفاذ المعلومة وبين حماية مصالح مشروعة أخرى مثل حماية المعطيات الشخصية أو حماية الحياة الخاصة أو مسائل تتعلق بالأمن العام أو الدفاع الوطني. ولكن الهيئة تحاول أن تطور فقه قضائها بالاعتماد على أولا وقبل كل شيء على الخيارات التشريعية الموجودة في القانون، على تأويلها، بالاستئناس أيضا بفقه القضاء وبفقه قرارات الموجودة على مستوى القانون الدولي. والحقيقة إلى حد الآن أصدرت الهيئة عدة قرارات مهمة في هذا الشأن اللي من شأنها إيجاد نقطة توازن أو توضيح نقطة التوازن بين الحق في نفاذ المعلومة من جهة وبين حق بين حماية بقية المصالح والحقوق المشروعة الأخرى. النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري وقانوني يمارسه المواطن إما بالتوجه إلى الهيئة اللي تملك صلاحيات قضائية أو إلى القضاء الإداري واللي عنده رقابة على الهيئة، لكن يبقى هذا الحق غير كافي دون ضمانات قضائية. الدستور التونسي ضمن حق نفاذ المعلومة وأعتبره حق دستوري. في المقابل زاد الدستور التونسي نص على ضرورة اعتماد الدولة في تسييرها لمجموعة من المبادئ، منها مبدأ الشفافية والمساءلة والحيادة، وهذه مبادئ ما تجم تكون نجم نقيس مدى احترامها إلا من خلال نفاذ المواطنين وعموم إلى المعلومات والبيانات المتصلة بتسيير دولي بالدولة. هذاك علاش إذا كان نحب نعرفه ثم فساد ولا شبهة فساد ولا تجاوزت التراتب القانونية يجب أن تكون هنالك إتاحة لهذه المعطيات حتى نتمكن من قياس درجة احترام القوانين والتراتيب جلالها. ثم أنه تنفيذ ترسيخ قيم النفاذ إلى المعلومة مرتبط بمجموعة من النصوص التطبيقية، وثم برشا إخلالات على مستوى قاعدة البيانات المفتوحة، حتى تونس انخرطت في هذا البيانات لكن وتشريعنا متميز، لكن ثم ديما ثم نقائص قانونية ونقائص واقعية. من النقائص الواقعية مثلا ما أتى حق التحقيق مؤخرا من أنه منع بث يعني تحقيق صحفي من شأنه أن يمكن العموم الاطلاع على شبهة فساد أو حتى على تجاوزات قد حصلت في مستوى يعني مستشفى. ثم بعض العوائق الأخرى مرتبطة بأن تدفق المعلومة على المؤسسات في داخل المؤسسات عن طريق واقع البيانات متاعها ما تلقاهاش متاح. ثم برشا مؤسسات خاصة في قطاعات متعلقة بالصفقات والبيئة والإنفاق العمومي، كي تتصفح أنت المواقع الويب متاع الوزارات تتبين أن هنالك نقص فادح في البيانات المفتوحة المتاحة للعموم وكيفية استعمالها واستغلالها. هذه بعض النقائص الواقعية والقانونية التي سوف تكون موضوع مداخلتي اليوم في إطار احتفالنا بمرور 3 سنوات على صدور قانون أساسي متعلق بحق في النفاذ إلى المعلومة. هيئة النفاذ إلى المعلومة تواجه لليوم صعوبات في عملها ومن بينها ملفات الفساد، وهذا بسبب عدم إصدار الأوامر التطبيقية لليوم. ومن أجل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة أعدت الهيئة دليل موجه للمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، الخطة اللي ما زالت غايبة في بعض المؤسسات القضائية في انتظار تكريس مبدأ الشفافية وتغيير العقليات. مرحبا بكم مجددا. طبعا نتواصل مع هذا العنصر المصور، وكنا الحقيقة حكينا في أسابيع ماضية على حق النفاذ للمعلومة وكيف مع رئيس الهيئة سي عماد الحزقي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. طبعا موضوع قديم جديد وديما عنا جديد في الموضوع هذايا، خاصة ربطا بحماية المعطيات الشخصية. كنت تذكر الديبا والبوليميك اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت. مرحبا بك قبل كل شيء. شكرا ومرحبا بكل مشاهدي القناة الوطنية. باهي سي عماد، شنو نجمو نحكيو ونبداو من الاخر؟ نبداو من الويكاند هذايا ونبداو بالندوه اللي كان موضوعها حق النفاذ للمعلومه في علاقه بحمايه المعطيات الشخصيه وفي علاقه ايضا بمكافحه ومحاربه الفساد.
شكرا. هو كان في الواقع لقاء مهم جدا، كان تنظيمه ببادرة من جمعية التثقيف الإعلامي بمدنين مع التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة العلاقة مع حقوق الإنسان والهيئات الدستورية، وجمعت ثلاثة أطراف اللي هي هيئة تنفيذ المعلومة، هيئة حماية المعطيات الشخصية، وهيئة مكافحة الفساد، لنظر في المعلومة الصحفية، حق الصحفي وحق الإعلامي في الحصول على المعلومة، بين حق نفاذ المعلومة، حماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد. هو هذا الديلان احنا نقوله، هذايا هو الديفي، هذايا هو الكونترانت الكبيرة يظهر لي اللي نجمه وقت اللي نحكيه على نفاذ المعلومة. يجيوك ناس يقول لك نفاذ المعلومة إيه، أما راهو ينجم تخرق المعطيات الشخصية. نفاذ للمعلومة نجمه من خلاله نحاربوا الفساد، يعني العلاقة بين الثالوث مهمة برشا يظهر. أكيد أكيد، هو الحق نفاذ المعلومة هو في الواقع مش فقط حق، وإنما وسيلة أساسية لممارسة جميع الحقوق والحريات. ما نجموش نتحدث على حرية إعلام ولا حرية تعبير وإلا مكافحة الفساد إذا كان ما المواطن ولا ذوات ولا هيئات منظمات المجتمع المدني ما توفر ليش الحق في الحصول على المعلومة بأيسر السبل وفي أسرع الطرق. لكن بطبيعة الحال هناك معادلات يجب احترامها، هناك توازنات يجب احترامها، لأنه الحق في نفاذ المعلومة كبقية الحقوق لابد له من ضوابط. من بين هذه الضوابط ومن بين هذه الحدود مسألة حماية المعطيات الشخصية. في الواقع القانون التونسي المتصل بحق نفاذ المعلومة اللي هو القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، واللي يعتبر ديما نذكر إيناس بالمسألة هذه، يعتبر من أفضل التشريعات الموجودة في العالم. جوستومون احنا قدمناه وقلنا من أهم حقيقة التشريعات اللي نفخر بها اليوم. أبسوليمون، القانون هذا حقق نوع من التوازن بين الحقين هذوما، وقال اللي كونه في الحالات اللي تتعارض أو تتضمن الوثائق العمومية المطلوبة بعض المعطيات الشخصية، فإنه يمكن حجب هذه المعطيات وتسليم طالبي الوثائق المعلومات الوثائق اللي يطلبوها. دونك احنا نعتبر الحل موجود في القانون نتاعنا، لكن في بعض الأحيان ربما يبدو صعبا ما التوفيق بين الحقين وصعبا ما تحقيق هذه المعادلة. في مثل هذه الحالات نقولوا اللي كان القانون أيضا أعطى الإجابة واضحة وصريحة، وقال في صورة التعارض بين المصلحة العامة وبين حماية مصالح ضيقة، فإنه دائما يقع تغليب المصلحة العامة. معناتها إذا كان المصلحة في الكشف عن المعلومة، وإذا كانت المعلومة هذه من شأنه معناتها الكشف عنها مش يخلينا معناتها نكشف عن حالة فساد، ولا مش يخلينا نكشف عن حالة تهديدات خطيرة للصحة العمومية ولا غيرها، فإنه الاستثناءات هذه ما عادش تطبق، ونرجع للقاعدة اللي هي قابلية النفاذ للوثائق المطلوبة أو المعلومات المطلوبة. باهي، حد هنا أنا باش نتفاعل معاك. علاش؟ لأنه على قد ما هو مهم هالقانون هذايا في النفاذ للمعلومة، في مكافحة الفساد، في كشف، في فضح كل ما هو فاسد، في نفس الوقت اللوبسوين تبدو أن الوضعية على مستوى القانون هنا والتشريع فلو، يعني خلى المسألة يكتنفها الغموض، بحيث أنه ما نعرفوش فين يقف حق النفاذ للمعلومة. وقتاش توصل هنا نقولوا هذايا مس بالمصلحة العامة للمؤسسات أو للهياكل أو غيرها؟ به هو المبدأ كونه الهياكل الخاضعة لأحكام القانون واللي هي باش تكون موضع مطالب نفاذ للمعلومة هي عندها سلطة تقديرية في تقدير التوازن هذاك، وذاك علاش احنا قاعدين نكثفوا في الدورات التكوينية الموجهة لفئة المكلفين بنفاذ للمعلومة اللي هما الجهات المخولة لها قانونا أنها تتلقى مطالب النفاذ، معالجتها وتتولى الرد عليها. دونك احنا قاعدين نكونوا فيهم ونكونوا فيهم في مسألة الاستثناءات هذه وكيفاش يتعاملوا مع الاستثناءات هذه من غير ما يمسوا بجوهر وأصل الحق اللي هو الشفافية والحق النفاذ إلى المعلومة لكل المواطنين. لكن في صورة ما إذا فما إشكاليات، فإن ولا المواطن ما يقعش تمكينه من المعلومة المطلوبة ولا الوثيقة اللي طلبها، فإنه عنده الحق باش يقدم دعوة أمام هيئة النفاذ للمعلومة، والهيئة أعطاها القانون صلاحيات واسعة في تقدير مدى قابلية النفاذ للوثيقة المطلوبة من عدمه. معناتها في نهاية الأمر الهيئة هي اللي تقدر في صورة وجود نزاع حول مسألة النفاذ للمعلومة المطلوبة من عدمه ومسألة رفض تمكين الطالب بنفاذ المعلومة من المعلومة المطلوبة، فإنه الهيئة هي اللي تقدر والهيئة هي اللي تاخذ قرار اللي هو نذكر ملزم للهياكل الخاضعة لأحكام القانون. ونتصور هذه خطوة مهمة وهذه حاجة مهمة لابد والوقوف عندها، لأنه إذا كانت حل الإشكال هذايا معناها فإنه ما عادش عندنا حتى مشكل يعوقنا قدام إنه نتحصلوا على أي معلومة.
هو اكيد راهو ايناس المساله هذه على غايه الاهميه، لكن ماهيش المساله هذه فقط راهي مرتبطه بتطبيق احكام القانون وعلى الوجه الامثل، لانه المساله هي مساله ثقافيه بالامتياز، مساله تستوجب العمل المتواصل على تغيير العقليات، على معناتها تثقيف وتوعيه المواطن، لانه زاد راه نحب نذكر حاجه اخرى ايناس، اللي كونه راي مساله نفاذ المعلومه مش مرتبطه فقط بمكافحه الفساد، مش مرتبطه فقط معناتها بالكشف عن التجاوزات، بالعكس معناتها هي اداه اساسيه تخلي معناتها المواطن يشارك في الحياه العامه، كونه يساهم في وضع السياسات العامه، يساهم في تقييم وطريقه تطبيقها، يساهم في خلق قيمه مضافه، يساهم في دفع عجله الاستثمار، لانه المعلومات هذه ونحب هنا ديما زاد نفتح قوسين باش نذكر اللي كونه نفاذ المعلومه مش فقط بطلب راه، نفاذ المعلومه فيه وجه اخر اللي هو معناتها النشر التلقائي للمعلومات. وهنا كنا نتحدث في وهنا برشا مواطنين الحقيقة يذمروا بين ظفرين ويحق لهم التذمر، ولكن ماذا بينا لو كي يطلعوا ساعات يبدأ يسأل على معلومات موجودة منشورة بصفة تلقائية من الهيكل المعني. أبسوليما، وهنا إيناس نستغل الفرصة باش نذكر حتى الإعلاميين والصحفيين راهو ثم معناتها كمية كبيرة هو بيناتنا سي عماد أكثر عباد توا يقلقوكم ولا يلتجؤوا لكم ولا هم الصحفيين. لا والله لا أغلبية معناها اللي يمشيوا للمواضيع الساخنة والمواضيع اللي ساعات حتى ما زالت أمام القضاء، تعرف أنت كيف ما فصلش فيها القضاء زاد كيف يعني ساعات، والإشكال اللي صدر مؤخرا بالنسبة للبرنامج تلفزي على إحدى القنوات الخاصة هو من هذا القبيل، إلى وقتاش تقف حرية أن نوصلوا للمعلومة النفاذ للمعلومة، وقتاش تبدأ وقتاش يقف هذا الحق؟ احنا ذاك علاش قلت لك ايناس ديما ينزلنا عمل كبير نقوموا به، والاعلام عنده دور زاده هنا كبير باش يقوم به من اجل التثقيف، من اجل التوعيه، ومعناتها تفصيل وتوضيح احكام القانون. القانون نفاذ المعلومه فيه كما قلت لك زوز اوجه، فيه المعلومه اللي تطلبها انت، وفيه المعلومه اللي من واجب الهياكل المعنيه كسواء وزارات ولا بلديات ولا مؤسسات ومنشات عموميه كانوا مش تنشرها بصفه تلقائيه على المواقع الرسميه نتاعها. هنا ايضا فما عمل كبير راهو، بون صحيح فما انجازات كبيره تحققت، صحيح فما عديد المواقع اللي توا معناتها تعتبر مواقع متطوره وتشرف، لكن ايضا فما مشكله كبيره اللي فما عديد الهياكل والوزارات اللي ماهيش قاعده تحين في المواقع نتاعها، فما ولايات اللي توا ماهيش ما عندهاش مواقع رسميه توا قاعده تنشر في المعلومات المتصله بنشاطها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، وهذه ديما نبهنا له وقلنا راه ماهوش هذه هي المواقع الرسميه اللي ينزم تكون تتنشر عليها المعلومات المتصله بنشاطها. ماهيش فيابل احنا نقولوا ماهيش كريديبل، لازم يكون عندنا موقع رسمي. فوالا دونك قاعدين نخدموا في خدمه كبيره على المستوى هذا، ومازال ينتظرنا عمل كبير على المستوى هذا. لكن باش نرجع لهنا لمساله جوستومون التغطيه او القرار القضائي بمنع معناتها تغطيه اعلاميه للمساله، هو في الواقع هنا يظهر لي فما نوع من سوء الفهم للموضوع، لانه في كل الحالات التناول الاعلامي لمساله حتى ولو انها هي منشوره امام القضاء، فانه التناول الاعلامي يختلف على التناولها القضائي راه، معناتها لو فات كونه فما ابحاث جاريه وفما قضيه جاريه امام القضاء هذه ما يمنعش كونه الاعلامي يتعاطى مع الموضوع هذا، لانه الاعلامي وقت اللي باش يتعاطى مع الموضوع هذا هو لا باش ياخذ معناتها قرارات معناتها بطاقات جلب ولا بطاقات ايداع ولا باش ياخذ حتى اجراءات قضائيه، هو باش يتناول المساله اعلاميا، واحنا نتذكروا مثلا في هذا احنا الحقيقه ندافع عليه بكل شراسه، ندافع عليه نقابه الصحفيين التونسيين وكلنا معناها الاعلاميين والصحفيين، يعني كان فما حق ندافع عليه بكل شراسه هو هذا، لانه تعرف انت معناها تضييق على الحريات عندنا مع تاريخ. وهذا يا ايناس اكبر مكسب اللي كسبناه في السنوات الاخيره في بلادنا اللي هو معناتها حريه التعبير، حريه الاعلام، الحق في النفاذ للمعلومه، هذوما المكاسب الاساسيه نعتبرهم اللي كسبناهم على المستوى السياسي ولازم نحافظوا عليهم. هذا اكيد ولازم نحافظوا عليهم بشرس. باه الجمع هذايا اللي جمع ثلاثة هياكل المهمة، نفاذ للمعلومة، حماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد، ماذا تمخض؟ أما بعد يعني شنو والله هو جوستومون كان اللقاء هذا هو كان معناتها لو بوبليك سيبل كانوا الإعلاميين، دونك كان فما حضور إعلامي كبير ياسر وداخل خاصة داخل الجمهورية وفي الجنوب التونسي، وكانت في الواقع في جربة تحديدا أنتم في جربة أي، وكانت واصل على مستوى يومين، وكان مناسبة معناتها لتعميق النقاش بخصوص المسائل هذه بخصوص التقارير.
التقاطعات الموجودة بين حق إنفاذ المعلومة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد، وبخصوص حق الصحافي في الحصول على المعلومة هذه، وفي معناتها باحترام الحقوق هذه الثلاثة والعناصر هذه الثلاثة. كانت من أهم المخرجات اللي كونوا معناتها دعوة صريحة ومتجدة إلى معناتها تكريس الحرية هذه، تكريس حق النفاذ للمعلومة، مزيد معناتها التثقيف والتوعية بخصوص كيفية ممارسة الحقوق هذه حتى ما يقعش تداخل بيناتهم، أيضا دعوة للإسراع بسن القانون الجديد الأساسي المتعلق بقطاع الصحافة وبقطاع الاتصال السمعي والبصري، كيف قانون حماية المعطيات الشخصية جديد، تعزيز قدرات هيئة النفاذ للمعلومة من أجل كونها معناتها تضمن ممارسة هذا الحق على الوجه الأفضل بالنسبة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني. كان فريمون معناتها اللقاء ثري جدا. نتصور هكا أنا باش نرجع بك التيلي شوية ونختم بهذايا. أيامات 10 إلى 13 مارس كانت فما كيف ندوة دولية المرة هذه حول هيئات النفاذ للمعلومة في العالم، واحنا يهمنا برشا الحقيقه ان نتوقفوا عند التجارب المقارنه باش نعرفوا وين نحن من الحقوق في الدول المتقدمه خلينا نقولوا. شكرا ايناس، هذه جوستومون فرصه باش نقفوا على مع تحجم الانجازات اللي صارت في تونس في السنوات الاخيره. هذا مؤتمر دولي وقع انتظم بمدينه جوهانسبورغ في جنوب افريقيا، وضم جميع هيئات المكلفه بالنفاذ للمعلومه في العالم وليزومبودسمان، خاطر فما دول عندهم انوتر سيستيم تاع حمايه حق النفاذ المعلومه اللي يتولى من خلاله لومبودسمان الموفق الاداري هذه المهمه. وكانت في الواقع معناتها فرصه، كانت جات معناتها تجارب من امريكا اللاتينيه، من اوروبا، من اسيا، مختلف دول العالم، وكان هنالك اعجاب وتقدير كبير للتجربه التونسيه وللمكاسب اللي تحققت في هذا المجال ولهيئه النفاذ للمعلومه وللدور اللي قاعده تقوم به في تونس من اجل تدعيم ضمان ممارسه الحق الدستوري هذايا. وكانت ايضا مناسبه اللي توصلنا من خلالها الى بعث شبكه افريقيه اللي هي مش موجوده حاليا، وقع اختياري من ضمن الفريق اللي باش يسهر على اعداد الميثاق التاسيسي للشبكه الافريقيه هذه لهيئات النفاذ للمعلومه. واللي تهانينا مال سي عماد، خاطر يهمنا برشا انه احنا قلت كتوانسه نفخر بالقانون هذايا، فما بالك وقت اللي العالم الكل يقولوا انه تجربه رايده. اكيد اكيد، والتجربه التونسيه ينظروا لها كمثال وكنموذج، ومش فقط راهو في دول افريقيا ولا دول على مثال، حتى دول متطوره اللي تنظر فريمون باعجاب كبير للتجربه التونسيه في هذا المجال. طيب سيدي نقول لك يعطيك الصحه، اللي فهمته انه قلنا نفخر بهذا القانون، ولكن قدامكم عمل متواصل، عمل دؤوب كسوسوا على المستوى التحسيسي التوعوي ولا حتى التشريعي في الدفع نحو التقنين القوانين اللي تسهل المهمه بتاعكم. اكيد اكيد ناس، احنا قاعدين توا نحاولوا في حدود الامكانيات المتوفره للهيئه القيام بمجهودات كبيره على المستوى القضائي، على المستوى الرقابي والتقييمي، على المستوى التثقيفي والتوعوي. انا نطالب كونه معناتها مزيد دعم الهيئه، مزيد توفير الامكانيات لها البشريه والماديه، لانه توا امكانياتنا ما زالت محدوده وما زالت ربما ماهيش في حجم الوظائف الساميه المأكولة للهيئه. شكرا لك استاذ عماد الحزقي رئيس هيئه النفاذ للمعلومه، شكرا لك على الحضور بحضنا ومعنا، وانت ولد الدار تحضر بحضنا وقت اللي تحب باش نحكيو ونوعيو، زيدا من دورنا ان نوعيو ونحسوا حول اهميه القانون هذايا، باش نحسوا المره هذه على موضوع اخر. وتعرفوا انه لقانا الصباحي هذايا نحاولوا ان نثقفوا ونسلطوا الضوء على مجموعه من المواضيع اللي تهم العائله التونسيه. واحد من المواضيع اللي يهم الام بصفه خاصه هو الحصبه اللي يتعرضوا لها صغيراتنا أطفالنا، هذا عنصر مساور. راجعين مع الدكتورة باش نحكيو في الموضوع هذا. عمري 40 سنه اول مره نشوف الاذاعه باش تدخلنا لهنا. عندي غادي اربعه. مش عني هذا المرض نتاعو؟ عبد الكريم ولدي. وولدي ولدي هو اللي مات.
تشهد ولاية القصرين انتشارا لفيروس الحصبة، وسجلت الولاية إصابة أكثر من 650 شخص بهذا الفيروس، أغلبهم من الأطفال والرضع. وأودى فيروس الحصبة بحياة أكثر من 10 أطفال، من بينهم 5 أطفال من منطقة لهرهرة، فيما يرقد آخرون بلا رعاية صحية دقيقة بمنازلهم. نحن توعدنا حالات مزرية، عدنا شي شهر ونص، نحن يومين ندفن. تمشوا نمشوا للديار تلقي بالثلاثه بالاربع حالات تعبين، اللي تلقيه بويه ما عندوش. عدنا حالات اللي عنده 6-7 صغار يبات في دار واحده ويطيب في دار واحده ما عند ويمرضوا كلهم بالحسبه. عندي غادي اربعه وهنا اثنين ست. علاش مش في السبيطار؟ ما والله القلب باش نهزوا، والله باش نكذب عليك كذب على ربي حرام، الا الظروف ما ثمش. والله والله ما عندي هزيتوا للقصرين. لا خناري لا قالوا لك عنده الحاسبه، قالوا لي عنده الحاسبه. كسلت الطبيبه قالت لي لا بس عليه مرض ما يخوفش، برات الدواء من الجيب وانا ما فعليش، لا عملوا لي لا دواء، قاعد نجري من البلاصه لبلاصه وتوفى. نحن تو متواجدين في المنطقه نتاع الهراهره، بالنسبه للتغطيه الى حدود الان فاتت 95%. بالنسبه للاسباب اللي قال ان يقول الاسباب شنية اللي خلت الحصبه تنتشر سيرتو في المنطقه هذه بالكثافه هذه، هما عده اسباب من بينهم الامور التنمويه والاجتماعيه لاحظتوها وشفتوها وصورتوها، مانيش باش نحكي عليها هنا. الحاجه الثانيه هي غياب التلقيح سابقا في الحقبات الزمنيه والاعوام الماضيه. التلقيح ماهوش قاعد، نصور ثم نقاط تجمع لهنا ماهيش قاعده مغطيه، وهذه ساهمت بشكل او باخر في الوضعيه هذه. للاسف الشديد معنا في 2019 معنا ثم وضع صحي وبيئي خاصه كارثي في المنطقه، ثم خاصه اذا مش تحدثوا على قطاع الطفوله اللي هو اختصاصي، ثم معناها عداد مهوله. وللاسف الشديد لتوا في 2019 ثم تلامذة ما دخلتش المدرسه. انا مثلا عندي احصائيه من 2010 ل 2015 400 طفل في المدرسه، اللي هي المدرسه تقريبا 500 متر على الحي هذا على الدوار هذه، خمسه معناها في 5 سنوات تم اكثر من 400 حاله انقطاع. السنه معناها في مزاله الموسم الدراسي ما فيش قرابه 40 حاله انقطاع. للاسف الشديد تحس انه ثم غياب للسلطه، مش عارف السلطه الجهويه ويني. انا تمنيت انه السيد معناها ممثل معناها الدوله اللي هو الوالي يكون حاضر اليوم، راك تشوفوا معناها في اعوان الصحه اليوم قاعدين معناها يتحركوا باش يتوقوا الافه نتاع المرض هذا الوباء نتاع الحصبه، وثم وفيات وللاسف الشديد التو مازالوا معناها ناس يمشوا للسبيطار. وصحيح ثم حاليا تحرك من جانب معناها الاطارات الصحيه اللي موجودين في مدينه سبيطله، لكن غير كافي. مرحبا بالسادة المشاهدين اللي التحقوا بنا توا. نعاود نذكركم احنا معاكم من 9 صباحا الى حدود 1 بعد الزوال، تقريبا كل العناصر المصورة والفقرات اللي تعودتوا بها حاضرة معنا في برنامجنا لليوم، ولكن ايضا اللي نضاف لنا هو مواكبتنا اليومية انطلاقا من اليوم لاشغال القمة العربية اللي تحتضنها تونس نهار 31 من الشهر الحالي. مرحبا بكم في المشاهدة. كما اعلنا من خلال العنصر المصور راجعين حتى نحكيو على الحصبة مع ضيفتي مدام عبير ابو ستة. اهلا وسهلا بك دكتور، طبيبة اطفال. عايشك ميرسي. دونك نشكركم على الاستضافة هذيا. به الموضوع نتاعنا قلت يهم الحقيقة برشا، معناها لانه كل انسان مفروض انه يمر احنا ساعة نقولوا مرض حصبة دكتورة ولا لا، خاطر مرض الحصبة مرض الحصبة. المفروض انه كل انسان يتعدى بالمرض هذيا، تبقى ساعات يخلق اشكالات وساعات يتعدى انابيرسو، يتعدى ما نحسوش به. دونك هو ما نجموش ساعه نحكيو على الحصبه ما غير ما نعرفوا بها. دونك هو مرض المتسبب فيه هو فيروس يتسمى من الفامي نتاع لي موربيلي فيروس. هذايا الحصبه دونك مرض اللي ينتشر بسرعه، معناتها احنا نقولوا اللي مريض بالحصبه ينجم يعدي جوسكا 20 بيرسون، معناتها مرض ينتشر بسرعه كبيره. اللي ما مرضوش. دونك المرض هذايا دونك من الاول يتعدى تسمى بيريود دانكوباسيون، اللي هي الفتره انتر العدوى والظهور نتاع اول العلامات. دونك البيريود دانكوباسيون هذايا ابوبخي 12 يوم،
تنجم تدوم حتى 21 يوم. دونك والمريض ينجم يعدي العباد الاخرين اللي ما مرضوش بالحصبه. المشكله اللي هو ما نلقاوش عنده العلامات نتاع الحصبه. دونك هات نتوقف عند العلامات. يعني احنا ديما ناخذوا المبدا يقول وان كل انسان يمر بها، وان وقت اللي يمر بمرض الحصبه يترى يتشاف الام، وحدها تنجم يظهر لي في حاله في اغلب الحالات تعرف اللي ولدها محصبي. وي اي دونك بعد شنو العلامات؟ بعد البيريود دانكوباسيون يبداو يظهروا العلامات الاولانيين. دونك من الاول تبدا الفشله، سخانه، دونك سخانه جينيرالمون 39 40 دونك صغير يبدا فاشل. وفما ظهور الطفح الجلدي. الطفح الجلدي هذا دونك عباره على حبوب احمر يبداو من الاول ورا الوذنين في الباز دونك تحت الشعر. يبداو دونك من غاديكا ومن بعديكا ينتشروا دونك دو فاسون احنا نقولوا ديسندونت باش ينتشروا لبدان الكل. دكتوره تعرف اللي في الموروث نتاعنا الشعبي والناس الكبار نتاعنا يقولوا تنعش كان تعرف 9 ايام تقعد الحصبه، 3 تلوع و3 هبوط ونسيت 3 الاخرين الحقيقه شنو. اما يعني تاكيدا لكلامك هكا يظهر لي تبدا من الاول هكا الفشله هذيك 3 ايام الاولى، 3 ايام الاولانيين وبعديك تبدا تدوم حتى 5 ايام اي وبعديك يبداو يتنحاو تدوم 3 ايام. دونك فينالمون 9 ايام صحاح مش غلط 9 ايام ماهمش غلطين. دونك علاش قلت انا من الاول قدمتها وقلت من العاده من المفروض انه كي نحكيو على الحصبه ماهوش مرض يخوف هكا ولا؟ وي جينيرالمون مرض ما يخوفش، اما ينجم يصيروا دي كومبليكاسيون في بعض الحالات. اي دونك لي كومبليكاسيون يتشافوا سورتو عند الصغيرات اللي اقل من العام، والا زيد عند لي زادولت فوق ال 20 سنه. دونك هذوما الفئات العمريه اللي ينجموا يعملوا دي كومبليكاسيون. وعند ما ننساوش الصغار والا الكبار اللي عندهم نقص في المناعه. دونك لي كومبليكاسيون هذوما يتمثلوا دونك فما دي كومبليكاسيون ماهمش ما يكتسيوش خطوره كبيره. ينجم دونك يصير اون سور انفيكسيون في الوذن دونك تعطي اون اوتيت. ينجم اون سور انفيكسيون في الرويلي دونك يعمل يعطي اون بنومونيي. لي كومبليكاسيون اللي يخوفوا هما ينجم يصير التهاب في الصحايا، معناتها نجموا نلقاو حتى دي كام تاع انسيفاليت ولا بون انسيفاليت. وينجم ساعات يؤدي للوفاه، معناتها هذه حالات نادره لا قدر الله الوفاه، اما موجودين لازمنا ناخذوا احتياطاتنا. به نعاود نقول معناها في العاده في الاغلب الحالات ما يكتسيش خطوره، ما فيهش خطوره، مرض لا يكتسي خطوره، يكاد يكون مرض عادي نتعدوا به الناس الكل. تبقى وراجعت لك بعد ما ناخذ زميلتي ناديه رتيبي وتعرف دكتوره اللي صار في القاسرين وحالات الحصبه اللي ادت للوفاه بعض الصغيرات. انا ربطا مع في الموضوع هذا نحب ناخذ زميلتي ناديه رتيبي معنا على الخط حتى نسال على الوضع العام في وصل وحال الصغيرات بالقاسرين. ناديه رتيبي الخط ليك تفضل. مرحبا إيناس وصباح الخير لكل مشاهدي في تونس. اليوم ولينا نحكوا على خطر حقيقي لفيروس الحصبة في ولاية القاسرين، وقت اليوم نتحدثوا على 13 وفاة معناها حالة وفاة في صفوف الأطفال في ضمن اللي موجودين الأسماء الموجودة في سجل الوفيات بالمستشفى الجيوي بالقاسرين. اليوم وصلنا 13 طفل في المستشفى الجيوي بالقاسرين، وطفلة توفيت منذ 3 أيام بمنطقة الهراهرة لكن وقع دفنها من قبل اهاليها دون العوده الى المستشفى الجيوي بالقاسرين. الطفله هذه كانت جات للمستشفى الجيوي بالقاسرين وتلقت معناها الجرعه الخاصه بفيروس الحصبه لكن فيما بعد توفت، خاصه انه عندها هي مشاكل صحيه اخرى. اليوم زاده اليوم وحاليا تم استخراج جثمان امراه في العقد الثالث من عمرها، وهي ثبت انها معناها اصيبت بفيروس الحصبه بمعتمديه حاسي الفريد الا انها توفيت صباح اليوم وتم معناها اخراجها من المستشفى الجيوي بالقاسرين. اليوم هذه أول حالة وفاة في صفوف كبار السن. الوضعيات هذه معناها تشكل خطورة كبيرة حتى على كل أهالي القاسرين، خاصة أن الفيروس انتشر في كامل ولاية القاسرين. لكن الأهم من هذا الكل أنه أغلب المناطق ما فيهاش المراكز الصحية اللي تنجم تستقبل أو تتفطن لوجود حالات الإصابة بفيروس الحصبة، الأمر اللي خليهم يتوافدوا دفعة واحدة على المستشفى الجيوي بالقاسرين. ومنذ شهر جانفي إلى اليوم حثوا على 463 طفل تلقوا العلاج بالمستشفى الجيوي بالقاسرين، وما زالوا متواجدين منهم عدد منهم او في حدود 28 طفل بقسم الاطفال بالمستشفى. ونتحدثوا على اكثر من 300 معناها مصاب بفيروس الحصبه في صفوف كبار السن. كل هذا معناها العدد الهائل يتوافد على المستشفى الجيوي بالقاسرين ويمروا بالواجهه الاساسيه وهو القسم الاستعجالي اللي هو بدوره اليوم يعاني نقص كبير في الاطباء. فما تسريح عديد
العديد الاطباء لكن ما دون تعويضهم، الامر يخلي اطباء قسم الاستعجاني يطلقوا معناها نداء استغاثه لدعم هذا القطاع ولانقاذ حياه الاطفال اللي توافدوا على القسم وما يلقوش شكون يشوفوا. معنا الدكتور وليد الرابحي وهو طبيب بقسم الاستعجالي، عفوا هذا وليد العمري وهو طبيب بقسم الاستعجالي. اليوم تستقبلوا يوميا تقريبا حالات كبيره من مرضى الحصبه، هل انه الطاقم الموجود قادر انه يستوعب هذا الكم الهائل؟ هو الحكايه نتاع المشكله نتاع الاطار الطبي وشبه الطبي الموجود في القسم الاستعجالي سبق وحكينا عليه في مداخلات سابقه وتشكينا من نقص الفادح في الاطار الطبي واللي لحد الان قاعدين نلاحظوا في تسريح عديد اطباء نقص وصل لمرحله نقول خايبه شويه في قسم الاستعجالي، خاطر حتى قبل كنا نشدوا في اربع اطباء في حصه استمرار الوحده، توا لنا مضطرين باش نشدوا رسميا ثلاثة اطباء كهو. شنو المطلوب اليوم؟ خاطر ديما نفس الطلب نكرروه لكن ظهر لي للتو فماش استجابه فعليه. المطلوب هو تدعيم الطاقم الطبي، باش نحكي لك على تدعيم الطاقم الطبي وتدعيم المرفق الاساسي، معناها مراكز الايواء، مراكز التدخل في الصحه الاساسيه، الادويه، مش نحكي على مشاكل قطاع الصحه في القاصرين الحق، لازم برشا نحكوا في الموضوع. باش نحكوا على الحاله الصحيه الجديده اللي صارت والوباء الجديد اللي انتشر في القاصرين بصفه عامه، الحصبه اللي بدا بمنطقه الهراهره، منطقه تسمى منطقه منكوبه عندنا، لخاطر الكارثه اللي صايره في الهراهره ما تنقصش اهميه على اي كارثه في منطقه اخرى. خاصه في منطقه الهراهره ما عندناش مركز صحه اساسيه، معناها باش يستوعب العائلات باش يستوعب المرضى، حتى مركز تنظيم عائله، خاطر عرفنا انه الاطفال مش متلقوا في الجرعات تلقيح نتاعهم. هي المشكله تبدا من الهراهره، ما ثمش مركز صحه اساسيه، تبدا من سبيطله ما عندهمش حتى المنطقه اللي معناها الطب الباطني، تلقى عندنا طبيب واحد قارد معناها ليه يتقابل بالقسم نتاع الطب الباطني وين مركز الايواء نتاع المرضى، وفي نفس الوقت ليه بالاستعجالي، دونك ما يتلهاش بالمرضى نتاع الغادي. وحتى لهنا معناها عندنا مشاكل في الطب الباطني مركز الايواء، ما عندناش اطباء اختصاص في الامراض الجرثوميه في القاصرين الكل، نحكي لك على ولايه القاصرين الكل بيريفيري ولا الجهوي، ما عندناش اطباء اختصاص في الحكايه هذه، معناها الامراض الجرثوميه ماهوش موجود بالكل. الاقسام تاع الطب الاستعجالي والطب الباطني وطب الاطفال تحت رعايه اطباء صحه عموميه. نعم. باش نكرها عليه ما همش اخصائيين في المجال هذاك، فهمتني؟ دونك الحق ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقوا معنا ان شاء الله. ايضا ايناس باش يحضر معنا الدكتور شادي المقصودي، هو حضر معنا في عديد المناسبات واطلق معناها عديد النداءات، لكن للاسف الشديد لليوم مازال ما فماش معناها ما يوحي انه فما تقدم او في قطاع الصحه العموميه في ولايه القاصرين. دكتور كنت في معناها فتره سابقه حكيت لنا انه الجرعه واحده غير كافيه، خاطر القاصرين موجود فيها جرعات المضاده لفيروس الحصبه، شنو اللازم؟ شنو المطلوب اليوم؟ شكرا، بارك الله فيكم وبارك الله في التلفزة الوطنية اللي من حين إلى آخر تتطرق إلى موضوع الصحة في المناطق الداخلية بصفة عامة وفي القاصرين بصفة خاصة. بالنسبة منيش باش نتحدث برشا على الحصبة، لأنه الحصبة وسبق وأنه تكلمنا يا أخي الحصبة ناخذوها معناها باش نضخموا بها في الإعلام لا أكثر ولا أقل، ما ندخلوش، هل وقعتش لجان معناها كبيرة ولجان مختصة باش تجاوبنا على الأسئلة هذيا، على الأقل باش تجاوب المواطن اللي هو قاعد يعيش في رعب وقاعد يعيش في 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 حديث منه ومنا. أنا لا أخفي عليكم أنه الإطار الطبي والشبه الطبي في حد ذاته أصبح يطرح في سؤالات مهمة نبحثوا لها على يعني إجابات. وخليني نخدم كلمة واحدة، أطفال في القاصرين شنو وقع التدخل من المركزي بخلاف أنه ننشر أرقامهم وقديش واحد مات. وباش نختم معناها على موضوع الحصبة ونتعدى منه للصحة العمومية في القاصرين وفي 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 في تونس بالذات. الصحة العمومية الحصبة هو مشكل من مشاكل من عدة مشاكل، ولم يقع
التطرق لها ابدا، ولا بالعكس، ولو انه قاعد نحس كونه الناس تتجاهل فيها. أنا فما الحوار الوطني مؤخرا عقد خاصه المتعلق بالصحه العموميه، هل انه التمستوا شيء من معناها المصداقيه في هذا الحوار، معناها بحضوره بكفاءته؟ سؤال هام جدا. الحوار اللي وقع المرة الأخرى اللي نتمنى الناس كل النجاح ليه، ونتمنى أنه يخرج يطلع بمخرجات معناها حقيقية واستعجالية تخفف على الأقل، على الأقل تخفف من الوطأة المشاكل. ولكن السؤال اللي طرح معناها بسيط جدا، هذا الحوار اللي وقع المرة الأخرى يا أخي مش المنطقي والمعقول أنه تسيطر عليه 80% ولا 90% من الناس الميدانيين اللي يعيشوا في المشاكل. أنا سميته حوار زعامات، ان شاء الله نطلع غلط، حوار يعني السنه الانتخابيه ان شاء الله نطلع غلط، وان شاء الله تكون ثم مخرجات حقيقيه، لانه ماهوش هذا المطلوب، ماهوش هذايا هو انا نطرح سؤال اخي، حكيناش على الاقسام الاستعجاليه في المناطق الداخليه، حكيناش على طبيب الصحه العموميه اللي هو المركز واللي هو العمود الفقري نتاع الصحه في المناطق الداخليه، يا اخي ما حكيناش عليه كيفاش 150 طبيب تقدموا للصحه العموميه، معناها فهم صفر طبيب طلب انه يجي للقصرين، صفر طبيب ونعاود نقولها طلب انه يجي للقصرين، طرحناش المشاكل هذه كلها. وللاسف انا اللي شفته شفت حوار معناها حقيقة تري سوبرفيسيال، يعني يحكي في دينورم اخرين، ماهوش هذايا واقع الصحة في تونس. صحيح ثم ناس بارك الله فيها قدمت وحاولت تطرح المشاكل الصحيحة، لكنه سيطر عليه 90% حوار زعامات. ونمر باش نحكي على الاضراب العام اللي هو يوم 4 افريل ان شاء الله. الاضراب هذايا راهو باش الناس تفهم يا ناس، راهو اي اصلاح خاصة ما قاعد يروج له تو على الفساد في قطاع الصحة، نعم هناك فساد، نعم هناك عدم حوكمة، نعم هناك، ولكن مش تبقى ضمه كله، يزبك معناها ترتكز على العنصر البشري، العنصر البشري ما ثماش، يعني هل معقول الشيء ذا؟ العنصر الأطباء قاعدة تهاجر وقاعدة تجبر على الهجرة، يا أخي هل معقول الشيء هذا؟ أنا نقول لك راهو صفر طبيب طالب القصرين، أنا نقول لك راهو في القصرين صفر طبيب اختصاص. وش معناها صفر؟ معناها كي تجي في قسم مثلا القلب تلقى طبيب واحد، راهو معناها صفر. أيضا باش نرجعوا نحكوا على قسم الأطفال اللي اليوم 463 طفل أقبلوا على قسم الأطفال، لكن عندنا طبيب اختصاص وحيد. المطلوب معناها في هذا ونتحدثوا على نسبة وفيات 13 رضيع هذول موجودين فقط في المستشفى الجوي بالقصرين، يعني الأزمة كبيرة ظهر لي. يعني أنت الكلام اللي قلتيه يغني عن التعليق، لأنه أي واحد يسمع فينا تو يجاوب وحده وحده، وما نجمش نمر دون أن أشكر معناها رئيس قسم وطب الأطفال والعاملين معاه على المجهود الجبار اللي يبذلوا فيه. ولكن نعاود نأكد كما قلتي أنت، لأنه قلتيه ما يستحقش تعليق، طبيب واحد في زون إبيديميك نتاع رجال يحكوا على 700 كا عندنا ثلاث شهور، ما تدخلش السلطات الرسمية وما تبعثش رنفور ما تبعثش، وهذا سؤال معناها ماذا بينا يجاوبون عليه. شكرا، يعطيك الصحة دكتور شادي المقصودي ودكتور وليد العمري رئيس قسم الاستعجالي دكتور شادي المقصودي، ودكتور وليد طبيب قسم الاستعجالي. نذكر بالاحصائيات اليوم وصلنا نتحدث على 14 حالة وفاة في صفوف الأطفال بولاية القصرين، أغلبهم من منطقة الهراهرة. نتحدث على وفاة معناها امرأة في العقد الثالث نتاعها متأثرة بإصابتها بفيروس الحسبة من معتمدية حاسي الفريد، الانتشار هذا ولا معناها شمل كافة معتمديات ولاية القصرين. إن شاء الله يتم التدخل السريع، إن شاء الله يتم دعمنا كما قال الدكتور وليد بأطباء اختصاص في الأمراض الجرثومية، لأنه رغم الجهود تقوم بها الإطار الطبي في ولاية القصرين تبقى جهود معناها تتطلب الدعم للسيطرة على هذا الفيروس. شكرا لك زميلتي ناديه الرتيبي مباشره من القصرين، والحقيقه الوضع مؤسف اقل حاجه نجم نقولها. شكرا لك اخرى زميلتي ناديه، وعلى كل الضيوف نتاعك اللي كانوا حاضرين معنا. نواصل معاك، واحنا موضوعنا اليوم هو الحصبه عند الاطفال بحضور الدكتوره ناديه الدكتوره عبير بوسته. عفوا، تعليقك دكتوره، يعني بالحق قلت شيء مؤسف اقل حاجه نجم نعلق بها على الوضع للصحه في داخل الجمهورية التونسية. شيء مؤسف، هي سورتو اللي احنا تونس معناتها كنا جوسكو لا معناتها عندنا معناتها ما كناش نشوفوا في الامراض هذوما تبيك اللي رجعوا بقوة.
الحاجه اللي نجم تفسر الحكايه هذيا اللي فما سكون ابل اون بيس دو لا فيجيلانس، معناتها حتى التو نتاع الكوفرتور نتاع التلاقيح نقصت. هذيا يمكن اللي يفسر علاش المرض معناتها رجع. احنا ربطا بهذا لانه ملف الحقيقه شائك ومعقد وكبير وكلمه مؤسف شويه فيه، احنا نحبوا نربطوا بالتلاقيح جوستومون. كنا خدينا لي سانتوم، كنا حكينا شويه على علامات المرض هذيا. يظهر لي كي نتفرجوا في الستريمينغ هذايا، اول حاجه ناكدوا عليها نتصورك تاكد عليها هي التلاقيح. هي التلاقيح، هو يجب احترام الكالندري فاكسينال. معناتها وقت اللي يقول لك راهو الفاكسان يصير في 12 شهر وفي 18 شهر لازم يصير في وقتها. الفاكسان والغابيل. الفاكسان والغابيل، هو اون دوز الاولانيه 12 موا والثانيه 18 موا. وتوا هي المنظمه العالميه للصحه وقت اللي تبدا فما ايبيديمي نتاع الغوجول يقول لك نعطيو اون دوز à 9 mois ونعاودوا الثانيه دونك à 12 mois والثالثه à 18 mois. في سيتواسيون ايبيديميك اللي احنا عايشينها. من المفروض انه الانسان اللي تبع الاجندة هذه يتعدى سلامات بالمرحله هذه. من المفروض الانسان اللي تبع الاجندة ويعمل لي دو الفاكسان نتاعو والغابيل ويكون بيان سور ما يشكيش من مشكله في الـ في الـ في, الـ في جهاز المناعه نتاعو، من المفروض انه تجيه مرضى ما تكتسيش خطوره. خفيف بيقولي ما يمرضوش دكتوره. تو احنا ربطناها بالاطفال، حتى كي قدمت الموضوع لليوم قلت الحصبه عند الاطفال، فما ناس يتعداوا لمرحله البلوغ تلقاه كهل ادولت وما مرضش. هو با اوبليغاتوارمون كي نعمل هو الفاكسان ساعه كي نعملوه با اوبليغاتوارمون ما نمرضوش، اما تجينا مرضى خفيفي وكي وفما عباد ما يفطمش بها. دكتوره نجم يتعدى لمرحله عمره 30 سنه 35 وما فطمش اللي هو مرض مثلا؟ لا جينيرالمون لازم تكون فما كطفح الجلدي هذاك موجود، اما ما فماش دي كومبليكاسيون، معناتها تكون مرضى خفيفه شويه سخانه شويه فاشله شويه طفح جلدي وكل شيء يتعدى لاباس. فماش وضعيات خاصه نجموا ناكدوا عليهم؟ مثلا المراه الحامل كوسوسوا هي التي لم تصب بعد بالحصبه والا الجنين نتاعها في كرشها في حضور صغير اخر عنده الحصبه. وي دونك جوستومون دونك المراه الحامل هي من الناس اللي تنجم تكون الحصبه عندهم بارتيكوليرمون خطيره. دونك في شنو تنجم تتسبب؟ سورتو تنجم تتسبب في اناكوشمون بريماتوري، معناتها ولاده قبل الوقت. والحالات نتاع تشوه الجنين هما حالات فريمون معناتها اكسبسيونيل، اما سورتو الريسك هو الولاده قبل الوقت. فما حاجه نقولوها احنا في المعتقدات نتاعنا، يقول لك مثلا صغيرك تبعث الروضه ومازال ما حاسبيش، ولا كي تسمع بصغير محاسبي خليه تعدي فرصه، معناها هاكا اي ولا لا؟ مفتعله الحصبه المفتعله لهنا. هو جينيرالمون بالنسبه للامهات اللي عندهم لو شوا وينجموا ما يدخلوش صغارهم على بكري الكريش، من المستحسن ما تدخلوش الكريش مش كان على الحصبه على فيروس الكل. دونك مش صحيح معناتها اللي كي تلقى فما عبيد يسمع بشكون يقرب له عنده الحصبه يمشي يهز صغار والكل يقول لك خليه يعملوا حصبه على بكري. دونك هذايا مش معقول. هو الحصبه كيف ما قلت قبيليكا بارتيكوليرمون مخطره قبل العام. قبل عمر العام. دونك بالنسبه للصغيرات اللي في الكريش ساعه نورمالمون تويكا في السيتواسيون هذيا كيف ما قلت لازم نعطيو لا بروميير دوز في 9 شهور. ولازم حتى البيرسونيل اللي في الروضه نورمالمون معناتها تيوريكمون لازم يعملوا سيرولوجي نتاع الروجول باش يشوفوا رواحهم اسكو هما ديجا ايمونيزي كونتر لا روجول، اسكو فاكسيني بالكدا ولا لا، اسكو مرضوا بها قبل ولا لا. وكيفاش يتم التعاطي توا كوسوسوا في الكريش في الروضه والا حتى في القسم في مدرسه كي يبدا عندنا صغير ولا اثنين عندهم الحصبه كيفاش نتعاملوا معاهم؟ لازم ليفيكسيون سكولير، معناتها صغير ما لازموش عنده ظهور دونك العلامات الاولانيه نتاع الحصبه لازمو يقعد في الدار، ما عادش يل فريكونت معناتها الكريش ولا الروضه ولا المدرسه. نورمالمون ليفيكسيون سكولير لازم تكون 5 ايام بعد ظهور الطفح الجلدي. اوموان 5 ايام. يشد الدار ومن بعد ينجم يرجع. 5 ايام يشد الدار ومن بعد يرجع. باش نجم نقولوا في ختام الموضوع هذا، معناها هو موضوع الحقيقه كنا قبل ما نحكيوش عليه ما كناش نربطوه بالخطوره، ما كانش فيه مشاكل. توا كي تسمع 14 رضيع معناها الحقيقه ولاو سورتو لي جون ماما ولاو يخافوا برشا من الموضوع هذا. نصايح نتاعنا باش نجمو باش نختم؟ هو النصيحه الاولانيه لازم نحترموا الكالندري فاكسينال. معناتها اول دوز 12 شهر، ثاني دوز 18 شهر، هذايا لازم معناتها يكون فريمون معناتها لازم العباد الكل يفهموه. راه وقت يقول لك 12 و18 راهو 12 و18 مش عامين ولا عامين ونص ولا دونك هذايا سي كليغ. دونك كان دونك بالنسبه للصغيرات اللي عمرهم تحت 12 شهر واللي نجموا ما نهزوهمش، عندنا لا بوسيبيليتي باش ما نهزوهمش اون كوليكتيفيتي كريش ولا روضه، من المستحسن
ما يمشيوش. في صوره ما دونك فما حاله نتاع حصبه لازمنا نراقبوا صغير اللي كان اون كونتاكت معناتها مع صغير اللي جاتو الحصبه، دونك لازم نراقبوا له سخانه ديما نشوفوا فماشي ظهور طفح الجلدي هذاك. نهزوه للطبيب ولا لا؟ خاطر الحقيقه برشا يداويوها في الدار، يعني ما قلت لك ما كانش تكتسي الخطوره اللي نحكيو بها. هي نورمالمون الحصبه راهو سيد مالادي ديكلاراسيون اوبليغاتوار، معناتها في صوره ما تشك في الحصبه نورمالمون لازمك تهز للطبيب والطبيب يل ديكلار المالادي. معناها يقول لك اي راهي حصبه. يل كونفيرم ويل ديكلار، على خاطر كيف ما قلت لك من الاول راهو مرض اللي ينتشر بسرعه. ينتشر بسرعه كبيره. ولازم ما ننساوش زادا لي ريغل ديجين، معناتها راهو العائله اللي يبدا فيها مريض نتاع حصبه لازم نغسلوا بالكدا ايدينا، لازم ليزولمون ماذا بينا معناتها يبدا ايزولي على الصغار الاخرين، على لي فام اونسانت كان فما دونك اون فام اونسانت في لونتوراج، دونك نغسلوا بالكدا ايدينا، لازمنا نلبسوا لو ماسك معناتها اوبليغاتوارمون خاطر تنتشر دونك كي صغير يعطس والا دونك بلي سيكريسيون نازال وكل دونك هذيك كيفاش ينتشر الفيروس، ولازم ديما دونك نغسلوا ايدينا ونحترموا لي ميزور ديجين. يعطيك الصحة دكتورة، شكرا ليك. الحقيقة الموضوع هو متجدد وخاصة كي نعرفوا معناها فين أودى بحياة 14 رضيع، يظهر لي الموضوع يولي يكتسي أهمية كبيرة، أنه نعاودوا نترقوا له في كل مرة ونأكدوا على أهمية أن نمشيو للطبيب وأهمية أن نعملوا لي فاكسان تاعنا في وقتهم. شكرا ليك دكتورة عبير، يعطيك الصحة. طبعا معاك تعرجنا على موضوع نتصور أنه ثقفنا على الأقل، دورنا أن نثقفوا العائلة التونسية. باش نمشيو للخرجة القروية في ربط باليوم الوطني للباس التقليدي، الخرجة القروية اللي حكينا عليها في مرات سابقه، وكان واحد من المنظمين الخرجه هذه بيناتنا لهنا في البلاتو. هذه اجواء الخرجه القرويه وراجعين.